المقادير على الشاشة، شوربة نقدر نستفيد بيها بتنزل الدهون، بتظبط السكر في الدم، حارقة للكوليسترول، الحاجات دي كلها هي مكوناتها، حتى لو كناها بطريقة تانية هنستفيد بيها. يعني حلة الكرنب المتعارف عليها لو عملناها هيلسي بالزيت من غير لحمة هي نفس الطريقة، الكرنب عملناها سلطة مع جزر نفس الطريقة. المقادير على الشاشة: كرنب أخضر اللي هو بتاعنا العادي اللي بنعمله محشي، عندنا الكرنب الأحمر اللطيف اللي بنستخدمه في أطباق السلطة، عندنا جزر مبشور، عندنا كرفس مفروم ناعم، قليل من الشبت حبيبنا، وبصلة وتومة لطيفة وجميلة، ومعلقتين من زيت الزيتون، وما ننساش معانا كمان بصل أخضر مع قرن فلفل حار سبايسي لطيف زي ده كده. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعمل طبق الشوربة ده زي مع بعض. نخليها على النار وبعدين نتكلم عن الحلة بتاعتنا اللي فيها ثلاث أنواع من الدهون، سواء دهون البروتين الحيواني وبروتين البقوليات والبروتين بتاع الحمص. طيب أول حاجة الحلة على النار كده فيها زيت زيتون شديدة الحرارة، حلو، بصلاية لطيفة زي دي كده، حلو، بناخد البصلاية زي ما هي كده تشويحة صغيرة مع معلقة زيت زيتون، اللهم صل على النبي، اهو في قلب الحلة، يلا مع السلامة. حلو، بننزل مع البصلة دي يا عم الشيف، مش هنزل بالتوم، لا هنزل بالكرنب بتاعنا اللطيف ده كده، نفس القصة هنزل بالجزر اهو. طب ليه ما غليتش المية وحطيتها يا شيف؟ انا احب اشوح الكرنب مع البصلاية في التومة كده ومعلقة زيت صغيرة، الله حلوة زي ما هي كده. عندنا شوربة بتغلى على النار، فاكرينها دي دايما معايا كل يوم اهي، زلزال هو ده، خلصت الشوربة السر في اللي نازل من الحلة من فوق، حلة على النار فيها كرفس وجزر وبصل وطماطم وحبان وورق لورا وقرنفل قرفة اللي هي الدارسين، القرنفل اللي هو المسمار، الحبان اللي هو الهيل، اخواننا اللي بيتابعونا في الدول العربية البهارات بالمسميات بتاعتها عبد العطار، كل ده مع بعضه، كل ده هو ده مش عايزة تخلص هو ده هنغطيها كده زي الفل. عندنا مشكلة مع الكرنب، نيجي ناكله بيحصل لنا انتفاخ، يعني طبيعي لأن الكرنب من الورقيات اللي بعد، فسبحان الله تحط له كمون أو شبت خلاص عالجت المشكلة. سلات الكرنب في حلة مية بالكمون وعصرة ليمون اتخلصت من المادة اللي ممكن تعمل مشاكل مع الكولون. الشوربة هي جاهزة زي الفل، بنخليها على النار، التوم يتحط ني زي ما هو كده، تاخد الفليفر بتاعه يبقى الطعم بتاعه قوي، معلقة توم محترمة كده في قلب الشوربة. حلو الكلام. عندنا الشبت ده حرامي، خلي بالك اكتر حاجة من الثلاثي المرح، كزبرة، شبت، بقدونس اللي بنستخدمه في طبق الشوربة، الشبت ده بيسرق الطعم فما نكترش منه، دول كفاية قوي. حلو الكلام. معانا كمان كرفس الورق بتاعه، شفت الشوربة مكوناتها زي الفل. طبعا ما تعملش بشوربة لحمة يا شفيق، خلي بالك تبقى بوظت الدنيا دي كلها. تعال نغرف مع بعض البرغل بتاعنا الجميل في جات حلوة كده زي ده كده، ايه رأيك؟ بس خلونا ناخد الفلفل ده كده كمان. على فكرة الفلفل الحار اللي هو زي اللي معايا ده كده، ده برضو بيساعد على حرق الدهون، خلي بالك. بصل اخضر بتاعنا ده كده اللي مش موجود في اي بقعة في الارض غير عندنا، سبحان الله، شفت الشعب المصري ربنا كرم عليه ازاي، والله العظيم بجد هي دي الطبيعة. بصل الاخضر ده اللي سافر وراح وجا وعمل، قول لي كلت بصل اخضر زي اللي عندنا؟ مستحيل. وعلى فكرة البصل الاخضر ده موسوعة غذائية، موسوعة طبية، لا يغني عنه صيدلية ولا دكتور. هنحطهم كده، انا بصراحة مش هقلبها، هسيبها زي ما هي كده، مخرج عايزها كده. نقلب ده كده، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، شفت الشوربة، شفت الشوربة بألوانها
قال وانت بص بص على الحلاوه، بص بص اللون ده كده، شوف الجمال ده كده، بصل اخضر تلاقي، كرنب تلاقي. انا عارف انك بتحب الصوره كلها. ايه ده ايه ده ايه التفاصيل دي؟ اوب 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 اوب. كمان واحده كمان واحده، تدفع كام؟ حساب كتر كده يا شيخي. الشوربه دي اللي اشرب منها يدعي لي بجد. الخضار لا تاكل منه عادي، بالعكس. زي الفل. نغرف الشوربه بتاعتنا دي كده خلاص زي الفل، مش لازم يغلي كتير على النار. هي الفكره كلها وصلت لحضراتكم، انت معاك الوقت بتاعك بقى، والمطبخ ده مملكتك، ودايما الشيف المغازي يقول مفاتيح السعاده الزوجيه في جيبك، مش هتدور عليها، مش هتجيبها من عند البقال، مش هتجيبها من عند السوبر ماركت. تخش المطبخ بحب، هتعملي كل حاجه بحب. طبق شوربه اهوت، احنا ما اشتريناش حاجه، الحاجات دي موجوده عندنا في الثلاجه. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ ننزل بالشوربه. بس خلاص، حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا نسيطر ونعمل اكل لطيف وجميل فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. طبق شوربه، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها وتعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى. طبق قيمته الغذائيه عاليه جدا. انا شخصيا بعد ما اخلص دلوقتي للامانه هاكل من الطبق ده، هلاقي كفته، هلاقي لحمه، هلاقي برغل، هلاقي حمص، عايز ايه بعد كده؟ نقول الحمد لله.